يا اهلا بكم مره تانية. انا مش عايز اطول في التقديمه لان انا عايز استغل كل لحظه الحقيقه في الفقره دي عشان اعرف حضراتكم انا كنت اقصد ايه باللي قلته في الانترو في مقدمه حلقتنا النهارده لما كنت بتكلم عن الاشخاص الملهمين. احنا منورنا كابتن انور الكموني، هو بطل على الصعيد الرياضي كبطل في رياضه التنس، والاهم انه كمان بطل على الصعيد الشخصي والانساني، ولم يكتفي بهذا الامر، ده كمان بقى مانح للامل من خلال مبادره اسسها اسمها مبادره مانحي الامل. بحييك وبرحب بيك مره تانية معانا في 10 الصبح في الاهلي. حضرتك نورتنا من حوالي سنه ونص لو انا مش غلطان، صح كده؟ اهلا بيك مره تانية. اولا بشكرك جدا، على فكره انا بتفائل جدا بالبرنامج اللي كانت انت كنت اول برنامج اتعمل قبل بدايه الحمله السنه اللي فاتت. وقتها؟ كانت اول حاجه من سنه ونص تقريبا. كنا في الاستوديو الاولاني. بالظبط كده. صح كده؟ يعني والحمله نجحت نجاح، يعني انا بقول ان هي يعني لا تقل معجزه عن معجزه شفائي لو انا ربنا سبحانه. ما احنا عايزين نقف بقى عند اللي حصل معاك انت الاول قبل ما نتكلم عن، يعني عايزين نتكلم عن نجاحك انت قبل ما نتكلم عن نجاح الحمله. تعالى كده للي من الناس ما كانش حاضرنا في القعده الاولانيه اللي قعدناها من سنه ونص، واللي عرفنا من خلالها في ذلك الوقت ان انت من اول ما عرفت الخبر ان انت مصاب بالسرطان فانت قررت ان انت تتحدى المرض بالرياضه، ما تيجي نعرف الناس ده حصل ازاي؟ يعني هو انا جالي طبعا فشل في النخاع العظمي واخطر من السرطان، ده اخطر مرحله بتحصل في السرطان لما في 2007. وده في النخاع العظمي. فشل في النخاع العظمي وده اخطر من السرطان طبعا، ان هو في بقى محتاج زرع نخاع متبرع غير الجرعات الكيماويه الكبيره غير غير غير. طبعا. فده اخطر مرحله، يعني السرطان في رياضيين رجعوا منه. حتى الرياضيين اللي رجعوا منه هم ثلاث لاعبات سيدات في التنس رجعوا منه تقريبا. وكانوا توب 100، يعني كانوا من افضل 100 في العالم لما رجعوا. يعني كانوا قبل ما يصابوا كانوا جوه ال 100 اصلا. ايوه. لما رجعوا ما قدروش يستمروا من كتر حجم الاصابات اللي بتحصل. طب وده كان مده العلاج 6 شهور او سنه تقريبا، مفيش حد استمر، انا قعدت 7 سنين. فبالتالي نسبه الرجوع تكاد تكون صفر، يعني انا لما في الاتحاد الدولي للسرطان لما كتبوا على صفحتهم وده اكبر حاجه في السرطان، الرياضي الوحيد في العالم اونلي اتليت، عشان مفيش حد رجع لاي نوع من الرياضه بعد زراعه النخاع العظمي من متبرع. اي شخص بيصاب بالسرطان غالبا ما بيتعامل مع الموضوع على اعتبار ان هو ده النهايه او هي دي النهايه. في حالتك انت الوضع كان معكوس، انت اتعاملت مع الموضوع ده على اعتبار ان هو بدايه لحاجات حلوه كتير كلها اتحققت الحمد لله. الحمد لله. يعني الرحله دي كنت ماشي فيها ازاي؟ وكنت بتمارس رياضه وبتلعب تنس وبتاخد بطولات ازاي؟ العكس، انا كنت بتمرن، بحاول اتمرن كتير ما بنجحش في اي محاولات كتر عدد الاصابات اللي بيحصل. يعني قعدت اول 7 سنين برجع فيهم لما حصل فشل في النخاع العظمي والعمليه اتعملت، ما حصل مشاكل بعد كده، طرد عكسي مزمن، طرد عكسي مزمن يعني الجسم حارب النخاع والنخاع حارب الجسم. فبالتالي حصل مشاكل في الجهاز الهضمي، مشاكل في الكبد طبعا التدمير في الجهاز الهضمي بشكل كبير، مشاكل في الكلى، الجلد بدا يتاثر. في السنه الثالثه حصل غرغرينه في ايديا، كان المفروض يحصل بتر والدكتور حسام كامل تدخل وما حصلش، ودي معجزه برضه ان بتر، يعني غرغرين يعني بتر، ده ما حصلش معايا غير صغير جدا بس اللي حصل. كورتيزون 7 سنين، يعني وزن 140 كيلو، يعني هشاشه في العظم، مفيش عضلات. حجم اصابات غير عادي بيحصل بعد 4 سنين. يعني عشان تتمرن 5 دقايق محتاج علاج طبيعي بشكل كبير جدا وما ينفعش يحصل كمان. فكلها حاجات مستحيله، 7 سنين بتحاول ترجع لغايه ما بتيجي في 2014 بعد 7 سنين يبتدي الجسم من 5 دقايق تدريب بعد سنتين توصل 3 ساعات تدريب. 2015 بلعب بطولات محليه، 2016 بقيت العب بطولات دوليه. من 2016 لغايه 2019 و20 اتعملت اتصاب طول الوقت. يعني حتى لغايه النهارده طول الوقت عملت اتصاب ان الجسم في اماكن ضعفت او في اماكن الجسم لسه يعني استهلكت يعني او استنزفت من الكورتيزون طبعا. ومع ذلك لسه بلعب. ومع ذلك في 2019 قدرت ادخل التصنيف العالمي تاني، لكون الرياضي الوحيد في العالم العمل ده ولسه قادر العب تاني. انت وقتها كابتن انور يعني حبيت تمارس طبيعتك ولا كان قرار ان انت عايز تتحدى بالرياضه اي عوائق انت بتخوض هو فيها؟ هو الامل، يعني بمعنى اصح العالم الطبيه لما تخش على النت كان بيدور ان في حد رجع للرياضه تاني، ما بتلاقيش حد رجع. فده بيسبب احباط ان طبيا علميا رياضيا مش هينفع. فكان الامل بيقول لك طب انت ليه، يعني ليه ما تبقاش انت، يعني ليه ما تكسرش القاعده دي. وبدات النهارده الرياضه تخش. تخيلت وقتها في نفسك ان انت عندك القدره على كسر القاعده دي؟ القاعده بتكتشف غير بالمحاولات الكتير وممارسه البطولات الكتيره والمحاولات مهما كانت النتيجه ايه، بس القاعده اصل انا ربنا سبحانه وتعالى كان بيهيئني نفسيا، عارف لما بيخليك تمر انك تبتدي تنس متاخر، تمر بمراحل خسائر مش قليله. فكل ده بيهيئك نفسيا ان انت بتواجه مش بتهرب، على طول بتحاول. ما هو القدره على المواجهه
ما هياش خاصيه موجوده عند كل الناس، لان في ناس للاسف بتكون يعني من غير حاجه انهزاميه، ما بالك وهم عندهم حاجه او مصابين بمرض، وخصوصا لو كان مرض عضال من الصنف ده. ففكره التحدي والمواجهه مش كل الاشخاص عندهم القدره على ده. برضو انا اشرح يعني برضو كل الاشخاص لو استخدموا القدره ربنا ادها لهم، بس ربنا اداني حاجات او وراني حاجات، يعني بمعنى اصح لما يحصل غرغرينا وتخف دي معجزه. لما تقعد 7 سنين طب. مرض وترجع، فبقيت عارف ان انا مهما هطول هنجح في الاخر. ان قعدت 7 سنين، 7 سنين ده اطول مده سرطان ممكن اي حد يمر، يعني مفيش طب. يعني انا ما جاليش سرطان بس جالي فشل في النخاع العظمي، هو اخطر من السرطان ونفس البروتوكول العلاج يمكن اكتر ونفس الدكاتره، دكتور حسام كامل طبعا دكتور امراض الدم. 7 سنين علاج، فبالتالي انا اتعودت، انا كنت مهيئ نفسيا ان انا مهما هيطول في الاخر هينتهي بالنجاح، بس لازم افضل احاول. وكان عندك اليقين بده. ما انا نجحت ب7 سنين في الاخر، يعني في الاخر بيت الرياضي الوحيد في العالم، ما كنت طبيا رياضيا صحيا ما ينفعش يحصل. يعني النهارده لما جت الحمله اتعملت، لو دخل لو حضرتك ركزت في الحمله مين دخل فيها؟ مش بس تيفر بس الحمله دي استنى بس انا مش بتكلم على الحمله دي عايزينها قطعيه لوحدها. انا بتكلم على الجهات الطبيه الكبيره في العالم دخلت ليه؟ ان في نظرها قصاد حاجه ما حصلتش طبيا في العالم. فبالنسبه لهم احنا معاك عشان انت واحد في العالم، فانت الامل الحقيقي اللي ممكن يخلي اي مريض سرطان يشوفك يصدق انه هيخف. ان هي العلاج السرطان جزء كبير منه حاله نفسيه طبعا، والحمله شعار برضه ما توجهتش للسرطان بس، عشان الامل هو الاساس في الحياه، الامل لاي حاجه، عشان كده احنا انا ما خليتهاش بس سرطان. يعني مهما الدنيا تبدو سوده دايما في امل. انت حضرتك متخيل 7 سنين مهما يعني كنت متحاوط باحباطات واوجه ياس مختلفه دايما في امل. وعلى فكره الانسان طبيعي، انا ساعات كنت بحس ان انا فعلا مش هنجح، انا فعلا مش هخف، يعني الانسان طبيعي لازم يمر بلحظات ضعف، ده طبيعي، طبيعي ان الانسان يشك هو صح ولا غلط، بس الصح بقى ان ما يخليش ده يتملك منه، لازم ان مفيش حاجه هتغير غير ان الانسان يشتغل او يحاول، مفيش حاجه هتغير غير ان الانسان يفضل يحاول. صحيح. لو قعد يعيط 100 سنه قدام مش هتجيب نتيجه. صحيح. يبقى مقصدي. طيب خلينا بعد اذنك نقف عند التفصيله دي ونطلع فاصل ونرجع نكمل دردشتنا. اتفضل. والله يا ريت حضراتكم كنتوا قاعدين معانا في الوقت الفاصل ده، والكلام المهم قوي اللي كنا يعني بيتكلم فيه كابتن انور الكموني، واللي يعني هحاول الخصه لكم هو كله بيصب فيه فكره ان يعني اي حد في ازمه صحيه بشكل عام، وخصوصا مرضى السرطان، اتقال كلام كتير قوي كله ماشي في سكه ان الحكايه كلها الليله كلها في الحاله النفسيه، ان لو حالتك النفسيه مظبوطه هتقدر تدخل الحرب وتخوض في كل تفاصيلها، وارد جدا ربنا يكرمك في اخرها. ده حقيقي. ما هو يعني انا النهارده اللي مخليني بحارب طول الوقت ليه؟ وعارف ان هكسب باذن ربنا سبحانه وتعالى ليه؟ ان انا قعدت 7 سنين في مراحل ضعف. 7 سنين جسمه ضعيف، جسمه هزيل، شكلي مش الشكل الطبيعي اللي كنت عليه. وزني 140 كيلو، مفيش شعر، شكل صعب. مش ده الشاب الرياضي اللي كان قبل المرض. طبعا. طبعا. والنهارده رجعت كما كنت بس بعد كام سنه. نتيجه حرب. عشان كده بقول لحد مفيش مستحيل، ان لو في مستحيل انا ما كنتش هبقى موجود. الجمله دي انا بحب اقولها كتير. صحيح. اتقال دكتور حسام كامل، وده دكتور عظيم بصراحه، وانا يعني ربنا جعله سبب في شفائي، ان المعجزه عند ربنا. ما هو قال في الفيلم اللي اتعمل الوثائقي، مفيش طبيا مفيش حاجه بتقول كده. في سويسرا لما كنت في اليو اي سي سي قالوا نفس الكلام، في حتى على موقعهم كتبوا ذا اونلي الرياضي الوحيد. ما هو ده مستحيل. طب ليه الناس مش واثقه إن, ان 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 ربنا بيدي معجزات؟ بس ربنا ما بيديش المعجزه لحد ما بيعملش حاجه، هو لازم يحارب ويستحمل. صحيح، عندك حق، عندك حق. انت كمان عديت المرحله دي وحبيت تبقى، هو انت من غير ما تحب انت بقيت كده بالفعل ملهم للاخرين، بس انت حبيت تمشي الحكايه في اطار مؤسسي وفي صوره حمله او مبادره ما نحيي الامل. ما تكلمنا كده، احنا عندنا حوالي اقل من 4 دقائق على نهايه الفقره دي، عايزين في ال4 دقائق دول نفهم الناس ايه هي الحمله. هي القصه كلها جت بعد لما لقيت نفسي بتعزم في فعاليات كتيره في العالم، بتكرر من جهات كبيره طبيه وتيدكس او غيرها، وزي اليو اي سي سي زي في فرنسا، في حاجات كبيره كرمت فيها بره، فبداوا يطلبوا مني يعني انت ليه ما تبقاش عندك حاجه تساعد الناس يعني. فانا كنت شايف ان اقدر اقول للناس حاجه غير الامل. والامل ده مش لمرضى مش السرطان بس، للايتام لازم يعرف ان هو من غير اب وام محتاج امل. هيقدر يعالج طبعا. للناس اللي ذو احتياجات خاصه، انه في ناس منهم ابطال على فكره، حتى اللي بيلعبوا تنس على الكرسي حاجه صعبه جدا. للناس اللي فقدت الامل في حياتها عموما او الانهزاميه فعلا، الناس دي محتاجه امل عشان تقدر تفهم من الحق احسن. فالحمله انا فكرت احنا ليه ما ننشرش الامل؟ والحمله بدات تكبر، يعني مثلا احنا الحمله في كل حته في العالم النهارده تقريبا، حاجات كتير دخلت فيها، دخل مثلا في الكويت الشيخ عزه جابر علي صباح اللي هو رئيس جمعيه السدره.
وصلت ل 14 دولة حسب ما انا عارف، وعملت سكويت حاجات كتيرة جدا، وكسبت السنة اللي فاتت الجائزة الإنسانية، هي رئيس الشرفية للحمل. طبعا الراعي الخيري للحملة بهية، إن أنا سافرت بيها 5 سنين. بهية طبعا من أفضل الحاجات الموجودة في مصر، وأكثر حاجة بتقدم دعم نفسي وعلاج بشكل غير عادي، وأنا بحبها جدا. طب دخل برضو النقطة الثانية، دخل في تونس مدام روضة بن ميلاد زروق رئيس جمعية ام سي، الست دي عظيمة، جالها سفر أكثر من مرة. في فرنسا دخلت معانا مدينه ليميغول الفرنسيه، وطبعا السفير المصري السفير علي يوسف على طول كان بيهتم بالتفاصيل دي، يعني الراجل ده بيحب مصر جدا. وحضرت في المكسيك، كنا في المكسيك قريب، جايين من المكسيك، رئيس المدينه وعملوا ماراثون وكرمنا هناك، وكانوا مهتمين جدا بالحمله. في سويسرا برضو دخلوا معانا حاجات كتيره، برضو في سويسرا، عندنا في المغرب، في لبنان، جمعيه بربر بن نصار، ما شاء الله. فالعالم كله بدا ياخد الحمله. عندنا في مصر متطوعين كتير جدا نزلوا بيعملوا خير، ان الحمله غير موجهه، يعني ما انا صح المتطوعين بينزلوا يروحوا كل الاماكن عشان يساعدوا البني ادمين، يروحوا كل اي مكان خاص بالدوله. طيب انا عايز، انا اولا اسف لمقاطعتك، بس عشان الزملاء بيقولوا لي ان احنا خلاص وقتنا بيوشك على الانتهاء، انا عايز استاذنك بحكم كونك شخص ملهم وبحكم كونك مانح للأمل، عايزين نسمع منك كلمة توجهها لكل مريض سرطان بصفة خاصة بيتفرج علينا دلوقتي. كل مريض سرطان هي مرحلة صعبة، ده أكيد مرض مش سهل، ده أكيد، بس لازم يبقى عندك يقين ربنا سبحانه وتعالى يشفيك، ولازم تحارب ده، إنك في الآخر هتحارب وهتنجح. ولو أنت شايف إن ده مش هيحصل، فأعتقد لو أنت بصيت عليا هتلاقيني عملت ده، ولو بصيت على قصص ناس تانية في حاجات تانية هتلاقيه عملت ده برضه. بس ربنا ما بيديش المعجزه غير للي بيحارب. المعجزه موجوده في الارض، بس ربنا مش هيديها لبني ادم غير اللي بيحارب وعارف انه هيكسب عشان هو بيحارب. والسرطان مش بالضروره يكون معناه النهايه. لا خالص، العكس، ما هو بدايه حياتي. يعني انت سالتني تتمنى ده يحصل لك قبل كده، اقول لك اتمنى ما دام انه هيغير في عالم باكمله. الحاجه الثانيه كمان عشان ابتدي خالص، في حاجه في مصر مهمه قوي حصلت، ودي اكتر حاجه، يعني احنا دخل معانا في الحمله حاجات كبيره زي بيتر وولد فاند، وجايين مصر حفل الختام، حاجات في عالم كتيره جدا. مصر فيها حاجه حلوه قوي، انا مع نفسي بشوفها مش مصدق قد ايه دي احلى حاجه. شباب مصريين في ظروف اقتصاديه صعبه بينزلوا يروحوا يزوروا ايتام بكميات غير عاديه، ويزوروا مرضى ويعملوا خير. انت متخيل قد ايه البلد دي متكاتفه؟ يعني قد ايه البلد دي بتدي رساله للعالم؟ لو دخلت على صفحه الحمله وتشوف الحاجات الحلوه قد في مصر، قد ايه الشباب ده او الشباب الموجود ده، يعني انا عايز اقول لوزير الشباب يا ريت تكرمهم، او تكرم كل الشباب اللي بيعمل خير فعلا، ان الناس دي احلى صوره ممكن تكون موجوده. ليه؟ ان الناس دي بتاكد للعالم كله قد ايه البلد دي ايد واحده فعلا. عشان كده كنت بقول لك، ما هو دي من ضمن اوج وحلاوه مصر والمصريين. بالظبط كده. وانت واحد من الحلوين في مصر، واحد من الملهمين في مصر. انا بحييك مره ثانيه وبشكرك مره ثانيه على وجودك معانا في حلقتنا النهارده، وبتمنى لك كل الخير والصحة والتوفيق اللي في الدنيا كلها. بشكرك على وجودك معنا، نورتنا. طيب يا حضرات، احنا الفقرة الحوارية الأولى انتهت، هنطلع فاصل سريع ونرجع عشان نستقبل الدكتورة إيمان المراجبي، عشان عندنا كلام مهم عايزين نتكلم فيه. خليكم معنا.